في الذكرى الثالثة لتقليد سمو أمير البلاد لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً، تأكيد أممي جديد على أن جهود سموه لا تزال بارزة في المجال الإنساني والخيري، كما أنها محفز للعديد من الدول على المساعدة وتقديم العون. العمل اللي قاموا به والدعم اللي قاموا به بدعم المحتاجين حول العالم، بدعم اللاجئين حول العالم، ومد يد العون لهم، وتحفيز الدول على مساعدة وعلى تقديم العون، هو عمل جبار وهو عمل ريادي، ونتقدم نحن عاجزين عن الشكر. التأكيد الأممي أوضح أيضا أن تكريم سمو أمير البلاد جاء عن جدارة واستحقاق، حيث أنه استطاع الجمع بين دبلوماسية العمل السياسي والعمل الإنساني. صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه أدى استطاع جمع ما بين الدبلوماسية وما بين العمل الإنساني، فأدى مما أدى إلى إنشاء كلمة الدبلوماسية الإنسانية في دولة الكويت. استطاعت الكويت بقيادة حكيمة من صاحب السمو حفظه الله ورعاه الوصول إلى أكثر الناس المحتاجة في العالم أو أكثر الناس المنكوبين في العالم، ومما هذا يعني مما أدى إلى التفات الخارطة العالم الإنسانية لدولة الكويت والتعرف عليها بصورة أعمق، وأدى ذلك إلى تعلق شباب المستقبل أو جيل المستقبل بهدف وهو الهدف الإنساني. عطاء إنساني مشهود له ومخزون خير لا ينضب، دشن نهجه سمو أمير البلاد الذي وضع قواعد جديدة للعمل الإنساني والتنموي لصالح شعوب العالم من خلال مبادرات تخفيف لمعاناة المنكوبين في شتى أرجاء العالم.